عايشين في بلاد كساد فهمنا في طب لعداد حكومة تعطي في عطلة حكومة تعلم في الجهاد مواطن ماشي دهومة قطعوا له خطوط الامداد يبدا في حالة شاد الحوشي بصولة صاروخ جراد اهلا وسهلا بيك في تالت ترتيب الفساد حتى من على الفحشومة نجيبوها لك باعتماد تصبح طابورستان تضلم تتحول بغداد والرئيس كثر خيرك انا اعلن انحداد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخ بقى إن شاء الله؟ بارك الله فيك، تفضل. قاعد زادي شيخ. تفضل قاعد. الله يبارك فيك ورحمة والديك. الله يبارك فيك ورحمة والديك. شيخ شو بنقول لك؟ أنا والله أحس روحي مسحور. روحي مسحور والله لي فترة باهي. والحاجة اللي نديرها جاية على راسي. لا لك شوف لنا أي حاجة سقدنا حجاب مي شوف لنا أعطينا أي حاجة من عندك يا شيخ والله العظيم مشروع النفط حيتسكر حرام عليك أي حاجة كنا بها يا شيخ نعم أي حاجة أي حاجة كنا بها يا شيخ أيوة شنو اسم الوالدة؟ نعم الوالدة بس لمدها شنو اسمها؟ مش أنت شيخ وتعرف كل شيء لا إله إلا الله تشن تسمح فيها سجل مدني قدامك سجل مدني يا شيخ حشاك سامحني في الكلمة لكن قصدي نعرف أنا أي حد يمشي لي شيخ يقول اهلين يا فلان يا ولد فلان تكي والله نشبع فيه مشايخ خدش علي فكر والله هيك نشبع فيه في التلفزيون واك علي واك هذا كله من التلفزيون والله هو اللي شوهنا سمعتنا زي فيش منها الدواء يا اخوي والله ما في منها الدواء هذه يا اخيي تنقول لك حاجه وبيني وبينك زمان كنت متعين في السجل المدني المنظومه كلها تحتي لكن سمحهم الله ديوان المحاسبه طبعا الله غالب طلعوا لي زي وزيه عمل ركحنا حول ولا قوة إلا بالله بأخوي تفك في سحر لا والله سكرنا الموضوع تشكينا عليه تعال سكرتوه على بشي المنظومة واقفة والله المنظومة حتى في سحر بيسمع جلب الحبيب واقف نفس الشيء تعرف ما فيش بكل علاش يا أخوي كيف علاش يا أخي عاد جيك واحدة راسها زي التلاجة بابين وتجيب لك صورة كريستيانو رونالدو وتقولك نبي زي الخاتم في صبعي تيجي منك كلام هذا والله حتى الجماعة اللي يخدموا معي جفلوا من محاربة المنطق حالة وخلاص بسمع تنحي في حسد 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 تو عليك بتقوى الله جيب لي حاجة في شكلك انت حاسدينك فيها تي تيكفيني من بلاد العز تي بلاد العز تي نضرب بعد بسمع تقدر تخليني حظي مليح حظك مليح شوي يظهر والنبي هو الحبيطري في بلاد السحر باهي وعنده اغنيه كي كبرى يقول ما عندي زهر في الدنيا وانت تبي زهر هنا يا طيكو والله يدح هذا ما النصيب اه النصيب نصيب في بعد جورج وصوف جورج وصوف قال ارضى بالنصيب والله ما فيها كيف ما عنديش ليك فتوى فهمت شنين هدرز مع شيخ ولا فيك وخط قرشي ايش الاغاني هي اللي تجيب لنا فيها كيف والله الا حاله بالله بترد في المطلقه متزوج انت حمار انت بسمع في مشاكل في حالتنا هيك وفتنه وفضايح والله العظيم سيرتنا على كل لسان هذيك قالت على فلان وهذيك تقطع في فلان لا هيك نبوا نسكره نبوا ننهوه بالله اي حاجه هيك تبي مصالح انت ايوه عليك نور يا شيخ نبي مصالح ربي يفتح عليك عندي هذا كارت غسان سلامه اتصل بيه وقول له من طرف الشيخ اصلا باذن الله ما تعرضش هو اول ما تدول له متقلبين بإذن الله حينحي الشفرة وينحي البطارية تم اتصل طول مصالحة شن هالطاقة السلبية يا شيخ شن هالطاقة السلبية خيرك هيك يا رجل شن هذا شن هذا شن هذا ارخي ارخي تكي شن هي انت ليبي وجاي تقولي انا مسحور النهار نحرف على راسي بلادكم مهدوكة من ستة جهات تمامو 8 سنين تضيع هرب عليكم كلكم متعينين في الدولة من اللي هيك للشيباني متعينين في الدولة وما تمشوش تداوموا وما تخدموش وتضربوا في الزقوم على بطونكم وتبي ربي يفتح عليكم منين بيفتح عليكم منين تزيد غادي قال لك طاقة قال تزيد غادي باش الخدمات اللي تقدم فيها يا شيخ يعني كيف نقدر نستفيد منك انت كشيخ يعني شن تخدم اه وجيدة Claramente es un fantasma. ¿Tu hijo es imbécil y no puede poner un vaso sobre la mesa? No hay pedo, júntalo antes de que lo chupe el diablo. Presentamos Woke Up, diseñado para poner tu vaso sobre tu computadora. Ups, jaja, no hay pedo. Dios te dio una oportunidad más. شيني شيخ وهي الأمان صنت البخور انت مفاهم من راس الشارع وانا خاش تي وين هذا شن شدير انت كانك على البخور دا
لذاك مدايرة حارة سردينة وما تبيش زفرة الحوت تمامو. وكانك على حاجة تانية يا أخيي، الإمكانات هذه كمان نبوش نباتوا فيها. إيديها مرزان، نهض تربح، نهض أخيي، نهض نهض حي والعزقي، نهض يعطيها لك شكل مبعتينا.